في يوم النصر العراق يستذكر دحر داعش وتحرير مدنه ودعوات لترسيخ الأمن المتحقق لمواصلة البناء. البرلمان يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لانتخاب رئيسه، مباحثات مكثفة بين الكتل السنية لاختيار بديل الحلبوسي. سبعمائة مليار دينار، بغداد تطلق قرضا لتمويل رواتب الإقليم، والمركز ينفي اختفاء مبالغ كبيرة من العملة. مع دخول الحرب شهرها الثالث، الاحتلال يكثف غاراته على غزة، والقوات اليمنية تمنع مرور السفن الإسرائيلية. سلام الله عليكم. نشرة الظهيرة من قناة الرابعة. هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد العراقيين بمناسبة يوم النصر على داعش الإرهابي. رئيس الجمهورية في تدوينة على موقع أكس استذكر التضحيات التي بذلتها القوات بكل تشكيلاتها والدور المهم للمرجعية الدينية وإسناد الشعب بمختلف أطيافه للدفاع عن الوطن، مؤكدا أن التكاتف الوطني لترسيخ الأمن واجب من أجل الوفاء لدماء الشهداء. استذكر رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني الانتصار على داعش الإرهابي، حيث استحضر عناوين التضحية للشهداء السوداني خلال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان. أكد العمل على مشروع قانون منع التعذيب والمعاملة اللا إنسانية، لافتا إلى أنه وضع ملف حقوق الإنسان في مكانة مهمة من برنامج الحكومة. نستذكر في هذا اليوم أيضا الانتصار التاريخي للشعب العراقي على عصابة داعش، ودحر الوحشية والإجرام الذي ابتغى نشر الظلام لكن خاب فأله، وانتصرت إرادة شعبنا وقواتنا المسلحة بجميع صنوفها وتشكيلاتها لتمضي مجددا في حماية الإنسان العراقي وحفظ حقوقه ومكانته، صانعا للحضارة ومدافعا عنها. منذ أن باشرت هذه الحكومة وضعنا ملف حقوق الإنسان في مكانة مهمة من برنامج الحكومة، وتحولت المسؤولية إلى خطوات تنفيذية كان لها وقعها الحقيقي والإيجابي على مسار مجتمعنا وعلاقة المواطن بالجهاز التنفيذي بكل مفاصله. رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان جدد الدعوة لإعادة النظر بالقوانين والتشريعات التي لا تلبي المرحلة الحالية، مؤكدا أن الإيمان بعقيدة الحق والعدالة مع وجود قضاء مستقل يضمن حق الإنسان. إن الإيمان بعقيدة الحق والعدالة واعتمادها منهجا وسلوكا مع وجود قضاء مستقل هي الضمانات الأكيدة لحماية المبادئ التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإن المبادئ التي تضمنها الدستور العراقي لسنة 2005 في ممارسة الحقوق والحريات وحمايتها قضائياً تعد تطوراً مهماً بهذا الخصوص. وإذ نشارك الجميع الاحتفاء بهذا اليوم العالمي الخالد، فإننا نجدد مطالبتنا بضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين النافذة التي لم تعد تلبي حاجات المواطن وضرورات المرحلة الديمقراطية الجديدة. والأمر يقتضي أيضا ضرورة الارتقاء بالثقافة القانونية وبخاصة ثقافة حقوق الإنسان واعتمادها أساسا في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام القادمة. من جهتك، كشف وزير العدل خالد شواني تقديم الحكومة مشروعا جديدا لحرية التظاهر بموجب العهد الدولي الخاص، مشيرا إلى أن العراق أصبح من أكثر الدول التزاما بإرسال التقارير ذات العلاقة بملف حقوق الإنسان. قدمت الحكومة مشروعا جديدا لحرية التعبير عن الرأي والتظاهر والتجمع السلمي بصيغة متطورة على شكل ملاحظات تحترم التزامات الدولية للعراق بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما قدمت مشروع قانون الحماية من الاختفاء القسري ضمن متطلبات تنفيذ اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما تعمل على منع التعذيب وسوء المعاملة وإصلاح أوضاع السجون وأماكن الحرمان من الحرية وإطعام النزلاء وتوفير الخدمات الصحية وتقليل الاكتظاظ وتصنيف النزلاء وفقاً للمعايير الدولية، حيث أصبح العراق من بين الدول الأكثر التزاماً بمواعيد تقديم تلك التقارير ومناقشتها الفاعلة وتوفير آليات وطنية لتنفيذ التوصيات الدولية، وعززت الحكومة إمكانياتها في مجال الحماية الاجتماعية وفي مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وملف النازحين داخلياً والتعليم والصحة والحق في العمل. كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عن وجود تقصير من قبل المسؤولين الأمنيين في حادثة العمرانية بديالة، وقال اللواء رسول إن اللجنة التحقيقية في الحادثة أوصت بتشكيل مجلس تحقيقي بحق كل من مدير قسم شرطة الوجيهية لإهماله الوظيفي وضابط مركز شرطة الدولية لتناقض أقواله. تشكيل مجلس تحقيقي بحق كل من مدير قسم شرطة الوجيهية لإهماله الوظيفي وضابط مركز شرطة الدولية لعدم دقة كلامه وتناقض أقواله مع ضباط ومنتسبي المفرزة الملزمة للحدث وعدم جدية في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الإخبار عن المعلومات الواردة إليه تتناسب مع حجم وخطورة المعلومات الواردة إليه، وعدم إشعار قسم قيادة العمليات في قيادة شرطة محافظة ديالى واكتفاء باتصال هاتفي مع مدير شرطة الوجيهية. 2. تقرر تشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير قسم استخبارات ومكافحة إرهاب المقدادية التابع لمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى لعدم متابعة الميدانية لقاطع المسؤولية واكتفاء بالعمل الإداري روتيني وعدم جديته في الإجراءات المتخذة للقوة الماسكة بشأن التقارير الاستخباراتية المرفوعة من قسم الاستخبارات الذي يديره. أكد السيد محمد رضا السيستاني نجل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني أهمية عدم تشويه النصر الذي تحقق. السيستاني في كلمة له بمناسبة يوم النصر أكد أن أصحاب النصر هم الذين ضحوا بأنفسهم لا سيما الذين استشهدوا وأصيبوا بعوق دائم، وأضاف أن هذا النصر يعتبر نقطة مضيئة في تاريخ المرجعية الدينية العليا الشريفة والبلد. وبين السيستاني تبقى المسؤولية الكبرى الشرعية والوطنية في الحفاظ على هذا الإنجاز الكبير والنصر العظيم والعنوان المقدس. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للأجهزة الأمنية العراقية لمواجهة التهديدات التي تواجه أمنه وسيادته. سفيرة واشنطن لدى بغداد إلينا رومانسكي وخلال تدوينة على موقع إكس قالت إن أمريكا تثمن تضحيات الشهداء وتحيي الشعب العراقي في الذكرى السادسة لانتصاره على داعش الإرهابي، مضيفة أن التحالف الدولي سيواصل دعم العراق لمواجهة التهديدات التي تقابله. برفض حكومي قاطع قوبلت الهجمات التي وصفت بالإرهابية على السفارة الأمريكية مخاطر العزلة الدولية والتداعيات الأمنية، نتابعها مع مصطفى علوش. بانتفاضة حكومية مدفوعة من قوى الإطار قوبلت الهجمات الأخيرة على السفارة الأمريكية وسط العاصمة لما لها من تداعيات خطيرة على الوضع الأمني. اجتماع الإطار التنسيقي ليلة أمس والتي دعا إليها السيد رئيس الوزراء أكدوا الجميع على ضرورة حماية هذه البعثات الدبلوماسية، ودعوا من يقوم بهذه العمليات أن يلتزم بالأعراف الدبلوماسية وأن يبتعد عن هذا التشنج وأن يعبر عن رأيه بطرق دبلوماسية حضارية لا بطرق تعتبر إرهابية في نظر الجميع. وعلى اختلاف وجهة النظر بشأن تواجد السفارة الأمريكية لدى بغداد وطبيعة الأعمال التي تقوم بها، ترى أوساط سياسية إن تواجد سفارات الدول الكبرى في المحافل الدولية يعطي انطباعات بأهمية تواجد بقية السفارات، وإن انسحابها يجعل البلاد
في عزلة عن العالم. البعثات الدبلوماسية بالذات السفارة الأمريكية هي صمام الأمان لبقية السفارات الأوروبية بالذات وحتى الخليجية. وإذا السفارة الأمريكية الآن أغلقت سواء ذهبت إلى أربيل أو غير ذلك راح تأثر على العراق وعلى عنده معاهدات وعنده سياسات اقتصادية وعسكرية وغير ذلك، ولذلك هاي مضرة جدا بمصلحة العراق. وبيّن الإطار التنسيقي رفضه لاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد وسيادته أيا كان نوعها والمستهدف فيها والحجة من وراء ذلك. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. قرر مجلس النواب عقد جلسة لانتخاب رئيسه يوم الثلاثاء المقبل، وبحسب مصدر برلماني للرابعة فإن رئاسة مجلس النواب ستحسم في جلسة الثلاثاء منصب رئيس البرلمان. وكان مستشار البرلمان السياسي عباس العامري قد كشف قبل أيام عن وصول لستة أسماء لتولي رئاسة المجلس. من جانبه أعلن تحالف السيادة قرب توصل القوى السياسية إلى مرشحين أو ثلاثة مرشحين لعرضهم على مجلس النواب للتنافس على منصب رئيس البرلمان. وقال النائب عن التحالف يوسف السبعاوي أن اجتماعات ولقاءات القوى السنية بشأن البحث عن بديل للحلبوسي تجرى بشكل سري وغير معلن، مشيرا إلى أن جلسة التصويت على اختيار الرئيس الجديد للبيت التشريعي الجديد لن تكون استثنائية. حددت المفوضية العليا للانتخابات صباح يوم الجمعة المقبل موعدا لبدء الصمت الانتخابي. وبحسب النقطة ثانيا من قرار مجلس المفوضين فإن الصمت الانتخابي يبدأ في الساعة 6 من صباح يوم الجمعة الموافق 15 من الشهر الجاري، أي قبل يوم واحد من انطلاق التصويت الخاص. قررت وزارة الداخلية إغلاق المنافذ البرية والجوية في يوم الاقتراع. المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري ذكر أن التعليمات الواردة في الوقت الحاضر تشير إلى إغلاق المنافذ البرية والجوية في يوم الاقتراع، مبينا أن الأجهزة الأمنية أنهت كامل استحضاراتها في تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات. شدد عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية وفقا لأحكام الدستور. الرديني وفي حديث للرابعة أشار إلى أن الإصرار السياسي والحكومي على خوض الاقتراع المحلي سيساهم في إنجاح هذا الاستحقاق. لا زال هنالك أعداء للديمقراطية، نعم، لكن نحن نعتقد في كل الأحوال أن هذه الانتخابات سوف تمر، وهنالك تشديد من الكتل السياسية ومن الرجعيات الدينية ومن الحكومة على نجاح هذه الانتخابات. وكانت خلال الأيام والأسابيع الماضية اجتماعات عدة مع الجهات المسؤولة أمنيا على إداء الانتخابات، وأعتقد أن السيد رئيس الوزراء أعطى صلاحيات واسعة في هذا المجال للقوات الأمنية بالرد المباشر على أي خارج عن القانون أو على أي توتر. أكد القيادي في تحالف السيادة خالد المفرجي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستجعل من الانتخابات المحلية أفضل من سابقاتها. المفرجي وفي حديث للرابعة أشار إلى أن الأخطاء التي حصلت في الانتخابات الأخيرة يجب تجاوزها في الانتخابات المقبلة. الأجهزة الأمنية قد اتخذت كل الإجراءات وحسبت كل الاحتياطات، وأنا عندي ثقة بأن الأجهزة الأمنية الآن على أقل تقدير يختلف أدائها ودورها عن الفترة الماضية. لدينا ثقة كاملة بالسيد السوداني أنه سيراعي كل هذه الأمور باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، ولن تتكرر الأحداث التي حدثت في عام 2021 عندما كانت الصناديق في بيوت والمراكز الانتخابية في أماكن أخرى. تمتلئ صناديق الناخبين ثم يأتي بها إلى المراكز الانتخابية. هذا الأمر لا يمكن القبول به إن حدث، ولكن أقول أننا لدينا ثقة بأن الأجهزة الأمنية الآن أصبحت لديها من الخبرة ما يكفي لتجاوز مثل هكذا مشاكل.
الأمر الثاني والذي أحب أن أنوه إليه، المجالس المحلية مهمة جدا لا تقل أهميتها عن المجالس النيابية أو المجلس النيابي اللي هو مجلس النواب العراقي. جمهور وهمي هو الوصف الذي ينطبق على بعض المؤتمرات الانتخابية في نينوى، إذ ينشط سماسرة الانتخابات في المحافظة بصورة غير مسبوقة. طرق جذب الجمهور والأموال التي تدفع لهم نتابعها مع مراسلنا في المدينة عمر القاسم. يستعين مرشحون للانتخابات المحلية في نينوى بجمهور وهمي، هكذا تجري الأمور بحسب مراقبين في عدد من المؤتمرات الانتخابية، ليظهروا أمام رؤساء أحزابهم أنهم يمتلكون قاعدة جماهيرية واسعة لا تقل أهمية عن أصحاب الجمهور الحقيقي. هذه الأعداد فقط اللي عن نتحدث عنها واللي نشوفها بالأوساط المجتمعية هي أعداد تقارب للوهمية إن صح التعبير، هي أعداد فقط حتى يشوفها رئيس الكيان أو رئيس الحزب أو التجمع من أجل المصادر مالية أكثر للمرشحين. الكل يراهن على أنه سيحصد الفوز الساحق في الانتخابات، ولكن لم يذكروا أن المواطن الموصلي أو الجمهور عزفوا على المشاركة في الانتخابات بسبب فقدان الثقة ما بين المواطن وبين المرشحين بسبب الوعود الانتخابية الكاذبة التي خلت خلال السنوات الماضية. وأصبحت مهنة الجمهور المستأجر من المهن الرائجة خلال المدة الأخيرة، يدفع مرشحون لسماسرة الانتخابات مبالغ مالية مقابل توفير خدمة الجمهور الوهمي، معظمهم أصحاب باصات لنقل الركاب والذين رفضوا الحديث أمام الكاميرا عن هذا الموضوع. خلي يجي واحد مرشح عسى ينطيني في 50 بدون مقابل، أقول رحم الله والديك وأنا أعود من ذاتي، إذا حبيت أنتخب ما حبيت ما يجبرني أو ما دي يشتريني بفلوسه 50,000. شنو 50,000؟ هذا حق، والحق لا يباع، الحق لا يباع، وهذا الدستور كفل للمواطن أنه ينتخب، وهذا شيء غير صحيح وأمانة، وهذا خيانة للأمانة اللي كفلها الدستور لكل مواطن. ومع اقتراب موعد الانتخابات والتي سيخسر فيها نحو 570 مرشحا في نينوى، يكسر سوق البطاقات الانتخابية حاجز 50,000 ليصل إلى 60,000 أو 65,000 دينار عراقي. من الموصل عمر القاسم، الرابعة. تطغى عمليات الطعن والتسقيط على المشهد السياسي بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات المحلية. مراسلنا فقار فاضل لخص لنا الصراع بين الأقطاب السياسية والعقوبات التي وضعت للمخالفين في هذا التقرير. أساليب عدة تتبارى بها الأطراف السياسية قبيل انتخابات مجالس المحافظات كالتصعيد الإعلامي والتسقيط والطعن، هي ممارسات تطغى على ديباجة البرامج الانتخابية للمرشحين، فضلا عن اشتداد الصراع حول حجز موقع الصدارة للمشهد. للأسف اليوم نرى أن السباق الانتخابي الخاطئ في عملية التبادل والتعاطي بين الأطراف، اليوم الناخب العراقي يظن أن العملية الانتخابية هي بأكمل صورها، لكن من الناحية الواقعية والتطبيقية الخلل هو داخل القوة السياسية. في ظل هذه التحديات العراق يواجه اليوم أكبر مرحلة تحدي وصراع ما بين الأحزاب السياسية لعرقلة العملية الانتخابية والحد من صيرورتها. ومع بلوغ ذروة التصعيد بين الأقطاب السياسية المتنافسة في الساحة العراقية، يؤكد مختصون في القانون بأن ثمة مواد تعالج هكذا حالات بعقوبات تصل إلى السجن وفرض الغرامات المالية. قانون رقم 4 لسنة 2023 الذي ينظم العملية الانتخابية هو جاءت فيه أكثر من مادة تحاسب وتعاقب الأحزاب أو الكيانات السياسية التي تدفع باتجاه استخدام أدوات التسقيط والتخوين. هنالك كذلك قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 أيضا هنالك فيه مواد تحاسب وتعاقب وتجرم مثل هذه الأدوات. وتستخدم القوى السياسية ضمن أسلحة تسويقها الانتخابي استراتيجية عقدة الصراع التي تريد من خلالها إزاحة الخصوم والحفاظ على بقائها المتصدر
للمشهد الانتخابي يقول مراقبون. من العاصمة بغداد فقار فاضل، الرابعة. للحديث في مجريات واستعدادات المحافظات لإجراء الانتخابات المحلية ينضم إلينا من محافظة البصرة إيهاب المالكي ليطلعنا على آخر الاستعدادات لخوض الاقتراع المحلي. إيهاب، حدثنا ونحن بدأنا العد التنازلي لإجراء الانتخابات المحلية، كيف هي الاستعدادات في البصرة وما هي توقعاتكم لهذا اليوم المهم؟ نعم، بالتأكيد تحية طيبة ومساء الخير عليكم من محافظة البصرة. الجميع أعلن أن إكمال كافة الاستعدادات لخوض المعترك الانتخابي الانتخابات المحلية الغائبة عن المشهد لأربعة سنوات، وبالتالي مفوضية الانتخابات أعلنت عن جاهزيتها، وأيضا القيادات الأمنية والخطة الأمنية تم وضعها بانتظار التنفيذ. يعني مفوضية الانتخابات أعلنت حتى عن الإحصائيات، عن مراكز الاقتراع وأيضا محطات التصويت وعدد البطاقات التي تم توزيعها وعدد الناخبين. بالتالي هناك في البصرة 518 مركزا انتخابيا، يعني 28 للتصويت الخاص، وأكثر من 3324 محطة للاقتراع، منها 424 للتصويت الخاص. هناك أكثر من يعني 1,400,000 بطاقة ناخب تم تحديثها، الاستلام منها 1,300,000 بطاقة. وبالتالي ما على المفوضية هو الشروع أو البدء بعملية الانتخاب، وبالتالي حتى القيادات الأمنية كنا متواجدين برفقة قائد شرطة محافظة البصرة اليوم الذي أوضح للرابعة عن إكمال كافة الاستعدادات الأمنية للتأمين سير عملية الانتخابات من المراكز الانتخابية وحتى أمن المدينة. بالتالي ما علينا سوى انتظار اليوم 18 من هذا الشهر للدخول فعليا في المنافسة الانتخابية. أيضا الجدير بالذكر أنه مفوضية الانتخابات خلال هذه الفترة وعلى مدار 30 يوم شخصت أكثر من 35 انتهاكا أو مخالفة للدعاية الانتخابية من قبل المرشحين، وبالتالي أوضحت المفوضية بأن هناك إجراءات قانونية ستلاحق المرشحين المخالفين لضوابط الدعاية الانتخابية. طيب إيهاب، اسمح لي أن أنتقل إلى مصطفى علوش من بغداد وأرجو أن تبقى معنا. مصطفى، نتحدث في استعدادات مهمة وآليات جديدة أطلقتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من بينها 70,000 كاميرا لمراقبة الانتخابات في يومها المحدد. هل هذا يعطي طمأنينة للشارع العراقي بأنه ستكون نسبة عالية من الشفافية وخالية من التزوير؟ ما الذي قرأته بخصوص هذه الاستعدادات في الشارع؟ مصطفى، إذا سمعت السؤال تسمعني الآن مصطفى؟ إذا نعود مرة أخرى لإيهاب لحين أن يتم معالجة الصوت مع مصطفى. إيهاب، أعيد عليك السؤال الذي طرحته على مصطفى. اليوم المفوضية أعلنت عن نصب عشرات الآلاف من الكاميرات لتعطي رسالة اطمئنان للمواطن. هل المواطن البصري اليوم يشعر بأن هذه الانتخابات ستكون مختلفة عن غيرها أم لا؟ بالتأكيد يعني التفاؤل يضغي على المواطن هنا في محافظة البصرة على وجه الخصوص، باعتبار ربما هناك قانون انتخابات جديد يضمن حق الناخب، وبالتالي أيضا هناك إجراءات إدارية حديثة ربما تطرأ لأول مرة على العملية الانتخابية. كل هذه عوامل مطمئنة للناخب البصري. أيضا مفوضية الانتخابات اليوم يعني تحدثت لنا عن عمليتين للعد والفرز، هي العملية الإلكترونية والعملية اليدوية، وبالتالي ستكون عملية انضباطية ومطمئنة للناخب العراقي من خلال عمليات العد والفرز الإلكترونية واليدوية. بالتالي هناك طمأنة، هناك أريحية من قبل الناخب هنا في محافظة البصرة. لا ننسى دور أيضا الموضوع المهم هو وضع الخطط الأمنية الرصينة التي
ربما تسهل أو تؤمن سير العملية الانتخابية ووصول الناخب إلى مراكز الاقتراع، وبالتالي نحن سنشهد طفرة نوعية حديثة ربما لأول مرة من خلال الانتخابات المحلية. كل هذه عوامل مطمئنة للناخب العراقي والناخب البصري، الجميع حريص على إنجاح هذه الانتخابات باعتبار هناك تحدي، باعتبار هذه الانتخابات هي انتخابات ربما تكون مختلفة تماما، حتى الصراع والتنافس الانتخابي هو مختلف عن سابقاته، وبالتالي كل هذه التحديات أمام الجهات المعنية من أجل بذل كل الجهود لإنجاح العملية الانتخابية. طيب إيهاب سعودي إليك، ولكن دعني أذهب إلى مصطفى. مصطفى، المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت بأنه من المتوقع مشاركة 16 مليون ناخب يحق لهم التصويت في هذا اليوم. من خلال رصدك للشارع، هل تتوقع أن يكون هناك مشاركة بهذا الحجم أم ستكون محدودة بوفق الكلام عن المقاطعة وما شابه؟ نعم، يعني فيما يتعلق بهذه الموضوع الفالح، الرأي ينقسم باتجاهين، يعني اتجاه يذهب بارتفاع نسبة المشاركة، بتكون نسبة المشاركة مختلفة عما مضى مسارات انتخابية ومسارات ديمقراطية في السنوات الماضية، على اعتبار أنه اليوم مجالس الخدمة المحلية هي بانتظارها الكثير من الخدمات في ظل ما صرف من موازنات للمحافظات، وأيضا أقرت موازنة ثلاثية، بالتالي هناك اليوم الكثير من المشاريع أو هناك الكثير من المحافظات تنتظر مشاريع متلكئة، مشاريع متوقفة، مشاريع معطلة، فبالتالي يعني وجود مجلس محافظة يقوم بمراقبة ومتابعة هذه الأعمال ربما يعني يعطي زخم أكبر بالمشاركة في العملية الانتخابية. لذلك يعني حسب المجسات والقراءات التي ذهبت باتجاهها المنظمات، منظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية باستبيان نسب المشاركة في سواء في بغداد وحتى بقية المحافظات، من خلال هذه البيانات يعني لوحظ أو سجل ارتفاع في مؤشر البياني لعدد المشاركين في أو الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات. مثل ما بينت يعني في بداية سؤالك، هناك إجراءات قامت بها مفوضية الانتخابات وأيضا إجراءات أخرى تلحق بها للقوات الأمنية وكل جهة معنية بتأمين هذا الماراثون الانتخابي. هذه الإجراءات من شأنها إعطاء طمأنينة ورغبة زخم زيادة زخم في للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات. بما تكلمنا عن الاستعدادات الأمنية، الاستعدادات الأمنية يعني تنتظر يعني وضعت خطة من قبل قيادة العمليات المشتركة، وهذه الخطة ستكون مرنة بدون يعني ستقتصر على الجهد الاستخباري أكثر مما هو على الجهد الميداني أو التواجد وقطع الشوارع وما شابه ذلك. فبالتالي يعني هذه الخطة ستكون مرنة وبالتالي تسهل على الناخب الوصول إلى مركز الاقتراع وأيضا الرجوع إلى البيت. فيما يتعلق بالإجراءات اللوجستية لمفوضية الانتخابات التي تهدف إلى زيادة الطمأنينة لدى المواطنين، هو الإجراءات التي قامت بها والعمليات عمليات يعني المماحكات التي قامت فيها في الفترات السابقة والتي أنتجت يعني تجارب انتخابية يعني بنسب عالية من الدقة، ولم تسجل هناك فروقات أو أخطاء في هذه المحاكاة. واضح مصطفى. لذلك يعني ينتظر أو يعول أن تكون مشاركة واسعة في انتخابات مجالس المحافظات وأيضا تكون ماراثون انتخابي ناجح. نعم جيد. أذهب إلى البصرة مرة أخرى إلى إيهاب. إيهاب، تعرف جيدا البصرة و أهميتها بالنسبة للناخبين وأيضا لجمهور الأحزاب، يحتاج إلى جهد أمني كبير. هل لوحظ منذ الآن بدأت يعني القوات الأمنية بدأت تتخذ فعلا دورها الطبيعي في تأمين الأيام التي تسبق الانتخابات، أم ما زال الوضع طبيعي والأمور طبيعية جدا؟ طيب، إذن فقدنا الاتصال بإيهاب. أعود إلى مصطفى. مصطفى، نستكمل الفكرة التي بدأناها مع إيهاب وهي قضية الاستعدادات الأمنية. هل اليوم في بغداد يلاحظ وجود مكثف للقوى الأمنية التي ستشارك بتأمين هذه الانتخابات، أم ما زال الوقت مبكر قليلا للحديث عن هذه الاستعدادات بشكلها الفعلي والملفت للنظر؟
نعم، يعني مثل ما بينت لك في بداية الشق الأول من السؤال الأول، يعني الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها القوات الأمنية والجهات المعنية بتأمين الماراثون الانتخابي هي خطة تتبع مراحل. المرحلة الأولى هي يعني الأولى اللي تجري حاليا هي حماية يعني الدعايات الانتخابية وما شابه ذلك، وأيضا رصد أي مخالفة أو أي عملية من شأنها يعني عرقلة صفو إجراء انتخابات. أيضا فيما يتعلق ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة تأمين مراكز الاقتراع، وهذه الخطة ستبدأ في الأيام القريبة جدا من يعني مواقيت الاقتراع، سواء التصويت الخاص وأيضا التصويت العام. مثل ما نعرف أنه يعني التصويت الخاص يستبق التصويت العام بيومين، وبعدها ينتقل إلى التصويت العام. التصويت الخاص سيشارك فيه القوات الأمنية والمعنيين بهذه العملية وهذه الإجراء. فبالتالي أنه هناك يعني فيما يتعلق بالخطة الأمنية، الخطة الأمنية مقسمة على عدة مراحل، ولكن مثل البيانات يعني البيانات التي أطلقتها الأجهزة الأمنية، لأن الخطة ستكون مرنة ولا توجد فيها قطوعات للشوارع، سيتم يعني سهولة في التنقل ما بين منطقة وأخرى، ما بين مركز اقتراع وآخر. لذلك يعني شكرا مصطفى. نعم. واضح جدا. شكرا. نعم. جزيلا مصطفى علوش من بغداد وإيهاب المالكي من البصرة، شكرا لكما. أطلقت وزارة المالية قرضا بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق. الوزارة ذكرت أن القرض يأتي بضمان وديعة تقدمها وزارة المالية الاتحادية على أن يتم تسويتها من مستحقات الإقليم بعد التزامهم ببنود الموازنة، مضيفة أن المالية تطبق إجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة. نفى البنك المركزي اختفاء مبالغ كبيرة من العملة العراقية وتهريبها إلى بعض دول الجوار. البنك المركزي في بيان أكد أن كميات العملة العراقية تطبع وفق احتياجات الاقتصاد العراقي منها وضمن معايير محكمة، وأشار إلى أن إصدار سندات الإعمار التي تم بيعها بشكل كامل كانت حسب حاجة وزارة المالية وما نص عليه قانون الموازنة العامة. كما أكد البنك على حقه القانوني بملاحقة كل من يروج لمثل هذه الاتهامات. هذا وكانة اللجنة المالية النيابية طالبت رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيقية حول تصريحات أحد النواب بشأن السياسة النقدية وإجراءات البنك المركزي. وأكدت اللجنة في بيان رفضها للتصريحات معتبرة إياها غير مسؤولة وتفتقد للدقة والموضوعية. كما شددت اللجنة على أن السياسة النقدية للبنك المركزي تخضع لمعايير والأسس النقدية بشكل يحافظ على استقرار العملة ودعم الاقتصاد الوطني. يواصل الدولار الارتفاع غير آبه لقرارات تخفيضه في وقت يهيمن السوق الموازي على سعر الصرف بالبلاد. الإجراءات الحكومية في هذا الصدد وضع السوق، نتابعها مع أحمد ليث. قرابة العام على أزمة ارتفاع الدولار في أسواق بيع العملة السوداء، ولا إجراءات اقتصادية أصدرها البنك المركزي استطاعت أن تسيطر عليها، فسعر الدولار قد استقر بارتفاعه عند عتبة 157,000 دينار لكل 100 دولار، فصاعدا في الأشهر الأخيرة بعدما كان انخفاضه يصل ما دون 150,000 دينار لورقة 100 دولار. كل الإجراءات التي قام بها البنك المركزي العراقي سواء الإدارة السابقة أو الإدارة الحالية خلال عام 2023 لم تعالج ولم تحل الأزمة بشكل جذري في العراق، ولا نتوقع أن يكون الحل جذري، لكن نتمنى من البنك المركزي العراقي من خلال سياسات إصلاحية جديدة مع بداية العام القادم لمعالجة هذه الأزمة المستشرية خاصة في السوق الموازي في العراق.
الحكومة قد وسعت من آفاقها الاقتصادية في قضية الاستيراد وتبادل العملات، لكن إجراءاتها قوبلت أيضا بنفس الصعود للدولار في السوق الموازية دون تحقيق الهدف الإصلاحي بتوحيد فارق بيع الدولار في المصارف الحكومية وشركات الصيرفة الخارجية. إجراءات البنك المركزي كانت إجراءات غير مدروسة وإجراءات تكتيكية وتعتمد على الفعل ورد الفعل، لم يكن لديه خطة علمية أو أيديولوجية مالية أو اقتصادية. البنك المركزي يتعرض إلى الضغوط السياسية وإلى ضغوط الشخصيات السياسية أيضا أكثر من هذا، وهذا واضح من القرارات التي يتخذها. وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن قضاء الحكومة على تجار ومضاربي الدولار بإجراءات قانونية صارمة لاحتواء أزمة ارتفاعه الثابت، تبقى المعادلة عكسية بالأسواق النقدية في ظل هيمنة الموازي على أسعار بيع الدولار بالقيمة البعيدة عن التي يتحدث بها البنك المركزي. أحمد ليث، بغداد، قناة الرابعة. أكد النائب أحمد الموسوي عدم وجود أي جدوى اقتصادية لإنشاء المجمعات السكنية الاستثمارية بسبب ارتفاع أسعارها، وقال الموسوي أن معدل سعر الوحدة السكنية في المجمعات الاستثمارية في بعقوبة تتراوح من 300 إلى 325 مليون دينار، أي أنها لم تقام من أجل الفقراء وعوائل الشهداء أو متوسطي الدخل، ولا يمكن امتلاكها إلا من قبل ميسوري الحال، مبينا أن ملف الاستثمار وتجريف الأراضي يحتاج إلى إعادة نظر وفق مسارات تسهم في معالجة أزمة السكن. لم يكن موقعها الجغرافي بقلب العاصمة بغداد كفيلا لإيصال الخدمات إليها، هكذا هو الحال في معسكر رشيد. مراسلتنا زينب ستار وثقت لنا معاناة الأهالي هناك وغياب مقومات العيش في هذا التقرير. الصورة هنا تتحدث، بيوت من صفيح وأطفال بملامح خشنة ومنازل عشوائية بلا خدمات وتنسيق حضاري. وعلى الرغم من وجود المنطقة العشوائية في معسكر الرشيد وسط العاصمة بغداد، إلا أن ساكنيها يعيشون معاناة كبيرة من الفقر والبطالة. هو كمعسكر الناس يعني تعبانة، وين لا يقدر يشتري لا يجي، وين ينزل ينزل بالمعسكر. الوضع المادي تعبان، ماكو معسكرات معتها ما تملك، هي نازلة على التجاوزات. خيارات واسعة أمام الحكومة لحل أزمة السكن، لا سيما مع وجود الأراضي والأموال واليد العاملة، إذ رأى خبراء الاقتصاد أن لجوء الحكومة إلى المصارف وتزويد المستثمرين بقروض بناء مجمعات واطئة الكلفة ستحد من العشوائيات بشكل كبير. معدلات نمو السكان في العراق إلى أكثر من مليون شخص سنويا، مع سوء توزيع المنتظم لقطع الأراضي من قبل الوزارات الاتحادية على منتسبيها ومن قبل النقابات على ممثلين هذه النقابات أن يقومون بحصر من الذي يمتهن هذه المهنة ويوسعون دائرة ممثلين النقابات. ورغم تأكيدات الحكومة وضع أزمة السكن ضمن أولوياتها، إلا أن إجراءاتها لا تزال غير منسجمة مع حجم الأزمة المتفاقمة. وفي ظل ما يعانيه العراق في مجال السكن، تشكل العشوائيات نحو 9%، ما يتطلب استراتيجية للحد من العشوائيات التي تتكاثر يوما بعد يوم. زينب ستار، قناة الرابعة، بغداد. وفي تطورات الأحداث في غزة، دخلت الحرب هناك شهرها الثالث دون أي بادرة للانفراج أو هدنة وشيكة، حيث شدد جيش الاحتلال الإسرائيلي قبضته على جنوب غزة، بينما يحاول مئات الآلاف من السكان في القطاع الخروج هربا من القصف العشوائي. وأظهرت صور مشاهد القصف العنيف على القطاع وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة، فيما استهدف الاحتلال المستشفى الميداني الأردني بخان يونس وتسبب بأضرار وتلف في محتويات المستشفى.
أعلنت كتائب القسام تفجير مبنى تحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي بحي الزيتون في غزة، ما تسبب بسقوط عدد غير محدد من القتلى والجرحى. وأضافت كتائب القسام أن عناصرها تمكنوا أيضا من تفخيخ مدرسة تحصن فيها العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، فيما لم يتضح بعد إحصاء خسائر الجيش الإسرائيلي. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن استخدمت صلاحيات للسماح ببيع نحو 14 ألف قذيفة للدبابات للاحتلال الإسرائيلي دون مراجعة الكونغرس. وذكر الدفاع في بيان أن الخارجية استخدمت صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة من أجل قذائف دبابات للتسليم الفوري لإسرائيل بقيمة أكثر من 106 ملايين دولار. تعرضت فرقاطة فرنسية إلى هجوم جوي قرب السواحل اليمنية في البحر الأحمر. هيئة أركان الجيوش الفرنسية ذكرت في بيان أن العملية تمت بطائرتين مسيرتين بالقرب من مدينة الحديدة اليمنية، مضيفة أن السفينة الحربية دمرت المسيرتين في الحال دون وقوع أي خسائر. هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية حظر مرور جميع السفن المتجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي. المتحدث باسم القوات يحيى سريع قال إن جميع السفن ستصبح هدفا مشروعا للقوات اليمنية إذا لم يدخل الغذاء إلى قطاع غزة. فإن القوات المسلحة اليمنية تعلن عن منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، وستصبح هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة. وحرصا منا على سلامة الملاحة البحرية، نحذر جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية. تؤكد القوات المسلحة اليمنية حرصها الكامل على استمرار حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والعربي لكافة السفن ولكافة الدول عدا السفن المرتبطة بالإسرائيلي أو التي سوف تقوم بنقل بضائع إلى الموانئ الإسرائيلية. سوف تقوم القوات المسلحة اليمنية بتطبيق هذا القرار من لحظة إعلان هذا البيان. الحديث في تطورات الأحداث في غزة ينضم إلينا من هناك مراسل الرابع محمد البلبيسي. محمد، إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة في إجبار الفلسطينيين على أن تهجرهم من الشمال إلى الجنوب وبعدها إلى مناطق أخرى، ويبدو أن الهدف تجاوز حتى قضية القضاء على حماس. ما هو الوضع والصورة الآن ميدانيا وإنسانيا لديك؟ نعم فالح، الصورة هنا صعبة جدا في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية في شهرها الثالث، ولكن هذه الفترة شديدة على المواطنين الفلسطينيين بعد أن سمح الجيش الإسرائيلي وحاول تهجير سكان شمال مدينة غزة والمدينة إلى مناطق الوسط والجنوب. الآن اتجه إلى سياسة جديدة وتهجيرهم مرة أخرى من مناطق جنوب غزة، تحديدا من خان يونس وأطراف دير البلح إلى مدينة رفح. هذه المدينة التي لم تعد تتسع إلى هؤلاء النازحين الفلسطينيين، مراكز الإيواء أعلنت أنها اكتفت بأعداد كبيرة وأدنى الأعداد داخل مراكز الإيواء، والمستشفيات والشوارع والمراكز والمساجد باتت كبيرة جدا ولا يمكن تقديم الخدمات لهؤلاء النازحين، ما يؤدي إلى يعني التفاقم بالأوضاع الإنسانية الصعبة ونقص حاد في المياه والوقود وأيضا الكهرباء والنقص الأساسي في الدقيق. نحن نتحدث بأن نزوح أكثر من 800 ألف إلى مدينة رفح، هذا زاد من يعني عمق المشكلة الإنسانية وزاد من الوضع الإنساني كارثة في أوضاع النازحين في جنوب قطاع غزة وأيضا في وسط القطاع، حيث انحصر الآلاف من المواطنين
المواطنين في منطقة وسط قطاع غزة بعد أن تم فصل الوسط والجنوب والشمال وتجزيء القطاع إلى ثلاثة أجزاء. لكن بالحديث على الوضع الميداني فالح، الوضع الميداني اليوم يتخذ نسق مختلف على الأيام الماضية. هو تكثيف القصف المدفعي بشكل عنيف جدا على مناطق مختلفة من قطاع غزة، في منطقة شمال محمد غزة. اليوم أيضا كان هناك قبل قليل تم استهداف مدرسة تتبع للنازحين. نعم، معارك ضارية كانت ما بين كتائب القسام والقوات الإسرائيلية في غرب جنوب جباليا وأيضا في خان يونس. هل ما زالت حركات المقاومة تمتلك هذه الإمكانية في التصدي لهذه القوات التي اجتاحت القطاع بشكل كبير وأحدثت خراب كبير فيه؟ ما هو مستوى هذا الصدام والصراع ما بين الجانبين؟ فالح، الجيش الإسرائيلي عندما تحدث بأن اتجه اليوم إلى نسق مختلف هو المزيد من الاستهداف المدفعي لمنازل المواطنين والمناطق الشرقية ومناطق جباليا وغزة وشرق غزة وصولا إلى خان يونس، شرق خان يونس. هذا إذا دل يدل بأن الجيش الإسرائيلي يريد يغطي على الاشتباكات العنيفة التي حصلت بين عناصره وبين كتائب القسام. كتائب القسام قبل قليل أفادت بإعلانات منفصلة بأنها استهدفت قوة صهيونية في بيت محصن في جباليا، أيضا استهدفت مدرعة في خان يونس، أيضا هناك اشتباكات شرق حي الزيتون، شرق حي الشجاعية على مدار الخط الشرقي بشكل كامل، هناك اشتباكات عنيفة. لذلك الجيش الإسرائيلي يحاول الهروب والتغطية على فشله أو للمحاولة لصاحب الإصابات والقتلى في جنوب في صفوف الجنود من خلال تكثيف القصف المدفعي. ولذلك هذا القصف وصل قبل قليل إلى مدرسة تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا في جباليا، أدى إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين. واضح محمد، وهذا ما يتعلق العشرات، وذلك أيضا يبدو صعبا جدا في ظل هذا التصعيد الكبير للإسرائيليين. أشكرك جدا من غزة مراسل الرابع محمد البلبيسي، شكرا جزيلا. يواصل الناخبون في مصر الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ستجري على مدى 3 أيام، وبدأت عملية التصويت في 9 صباحا وتستمر حتى 9 مساء، ومن المقرر إعلان النتائج في 18 من الشهر الجاري. ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات يحق لنحو 67 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات. ختام نشرة الظهيرة، نذكر بالعناوين. في يوم النصر العراق يستذكر دحر داعش وتحرير مدنه، ودعوات لترسيخ الأمن المتحقق لمواصلة البناء. البرلمان يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لانتخاب رئيسه، مباحثات مكثفة بين الكتل السنية لاختيار بديل الحلبوسي. $700 مليار بغداد تطلق قرضا لتمويل رواتب الإقليم، والمركز ينفي اختفاء مبالغ كبيرة من العملة. مع دخول الحرب شهرها الثالث، الاحتلال يكثف غاراته على غزة، والقوات اليمنية تمنع مرور السفن الإسرائيلية. الظهيرة انتهت، قدمناها لكم من قناة الرابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.